امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وده في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق. خلال الاجتماع أكد سيادة الرئيس أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء اللي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، وقال كمان أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور السيد المستشار عمر مروان وزير العدل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون. وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون. وقد استعرض السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، كذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية. من ناحية أخرى، شدد السيد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاد عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي. امبارح كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى سيدة جورجيا ميلوني بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة في إيطاليا. أكد سيادة الرئيس تطلعه للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة اللي بتجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن عظيم تقديرها واعتزازها لأبنائها وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة. امبارح كمان كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمسابقات التوظيف المركزية واللي بينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كمان تفقد رئيس الوزراء سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمسابقات التوظيف المركزية اللي بينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لصالح عدد من الوزارات، وداخل اللقاء رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، وقام بجولة في محطة السلام إحدى محطات الأتوبيس الترددي واللي بيتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة. امبارح برضو تفقد رئيس الوزراء مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، وأكد رئيس الوزراء إن المحطة دي هتسهم من خلال موقعها المتميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين اللي بتعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية ليهم ولتحركاتهم.
كمان امبارح أكد رئيس الوزراء على الأهمية اللي بتوليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها بهدف الإسراع في معدلات سير العمل بها، من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق بما يخدم أهداف التنمية.